الآن ينضم إلينا عبر الهاتف أيضاً الدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية. دكتور حامد صباح الخير، أهلاً وسهلاً بك في هذه الحلقة من هذا الصباح. التواجد المصري في غزة هو تواجد على كل المستويات، سواء المستوى السياسي أو المستوى الأمني أو المستوى الاقتصادي، وهو الآن المستوى الإنساني والتنموي. عندما تدخل المعدات والأطقم الهندسية المصرية إلى قطاع غزة لها الكثير من الدلائل والرسائل زي ما الأستاذ أحمد يعني وضح لنا في المداخلة السابقة، لكن الدليل الأهم في هذا والإشارة الأهم في هذا الوجود المصري داخل قطاع غزة هو سرعة هذا التواجد. حتى هذه اللحظة أسبوعان مرة على انتهاء هذه الحرب وهذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولم تتواجد أي دولة عالمية أو إقليمية أو ربما من دول الجوار سوى مصر هي التي تتواجد في قطاع غزة. أهلا بك يا أستاذ همام، وأهلا بكل السادة المشاهدين. يعني دعني أؤكد على أن الدولة المصرية تعزف منفردة في دعم القضية الفلسطينية، هذا هو العنوان الأبرز، لأن الدولة المصرية ما قامت به خلال الأسبوعين يحتاج إلى سنين وسنون كثيرة لأن تقوم به دول كثيرة. مصر تحركت على المستوى الإنساني، وتحركت على المستوى السياسي والدبلوماسي، وتحركت على المستوى الشعبي. عندما نشاهد هذه المعدات وهي تحمل العلم المصري داخل الأراضي الفلسطينية، نشعر أن هذا الحدث أو هذه الأعمال تتم داخل الدولة المصرية، ولكنها تتم بجوار دولة شقيقة، شعب شقيق، شعب يكن له الشعب المصري والقيادة السياسية المصرية الكثير من الحب والاحترام. وهذا ما قدمته الدولة المصرية. يعني هذه المعدات رسالة واضحة من أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية في المقام الأول، والرئيس السيسي أرسى مبدأ أنه وعد فأوفى، وهذا مبدأ واضح وظاهر في كل أفعاله، وهذا ما أكد عليه أفعاله قبل أقواله، وهذا يتضح جليا في كافة مواقف الدولة المصرية الداعمة دائما وأبدا للقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الأعزل. الدولة المصرية تعيد صياغة القضية الفلسطينية، ولديها استراتيجية واضحة في التعامل مع هذه القضية تحديدا، وبالتالي إعادة الإعمار هو جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية المصرية الساعية إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية. الدور المصري في الأونة الأخيرة في القضية الفلسطينية أحدث زخما عالميا لحل هذه القضية، لا سيما بناء على المرجعيات الدولية المتفق عليها اللي هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. لأي مدى أيضا هذا الوجود المصري الهندسي والإنساني داخل قطاع غزة يمكن أن يشجع الدول المانحة للدخول إلى قطاع غزة لمساعدة الفلسطينيين؟ على المجتمع الدولي أن يحذو حذو الدولة المصرية في التعامل مع هذه القضية، وأن يدعم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة. الدولة المصرية رغم ما تقوم به من مشروعات كبيرة داخل الدولة المصرية على كافة الأصعدة وكافة المستويات، وتحتاج إلى كل جنيه للعمل على دعم الاقتصاد المصري، إلا أنها وفرت هذا المبلغ لدعم الأشقاء في فلسطين. على المجتمع العربي أن يدعم المبادرة المصرية، على المجتمع الدولي أيضا أن يتعامل مع هذه المبادرة بصفتها مبادرة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. ودعني أؤكد لك أن الرئيس السيسي هنا تعامل بمبدأ حقوق الإنسان، بمعنى أنه أصبح المدافع الأول عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفي العالم الأجمع، لأنه عندما يعيش المواطن الفلسطيني حياة كريمة ومستقرة وهادئة، فبالتالي هذا هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهذا ما يسعى إليه دائما وأبدا القيادة السياسية الداعمة للشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة والمستويات. عندما ترسل مصر أكثر من 300 شاحنة عملاقة إلى غزة وإلى فلسطين، وأكثر من 3000 طن من المواد الغذائية والسلع الطبية والمواد والأدوات الكهربائية، كل ذلك يؤكد على الموقف الداعم. وبالتالي الزخم الذي أحدثته الدولة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية لابد أن يستغل الاستغلال الأمثل للعمل على إيجاد تسوية سياسية. نجد أن هناك اتصالات من الرئيس الأمريكي فيما يخص الدور المصري والإشادة به، أيضا اتصال مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ثم اتفاق واتساق مع الرؤية الفرنسية كما شاهدنا في مؤتمر دعم الأشقاء في السودان، وأيضا يعني منذ يومين اتصال من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأكد على دور مصر المحوري في العمل وبقوة على دعم القضية الفلسطينية. وبالتالي الزخم الدولي الذي قامت به الدولة المصرية جعل القضية الفلسطينية تتصدر صدة المشهد الدولي وصدة المشهد السياسي في العمل على حل القضية الفلسطينية طبقا لمرجعات والقرارات الدولية، وطبقا لأن تكون هناك
هناك دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 67. هناك أيضا إشارة لافتة دكتور حامد لأي مدى التجربة المصرية التنموية والاجتماعية والاقتصادية أيضا ساهمت في تعزيز التواجد المصري اقتصاديا وتنمويا في الدول المجاورة لا سيما في قطاع غزة. يعني دعني أؤكد لك أن التجربة المصرية هي تجربة ملهمة لكل الدول العربية، ومصر تسعى الآن إلى نقل هذه التجربة إلى هذه الدول، ولم تكتفي فقط في نقل التجربة بل قامت ذلك بيديها وبعمالها وبمعدتها، وهذا هو الجديد في التجربة المصرية في قطاع غزة. أما على مستوى الدول الأخرى فنجد أن هناك اتفاق ما بين مصر والأردن والعراق وهي الآلية الثلاثية، وهنا الرئيس السيسي صاغ يعني وضع جديد وهو النفط مقابل إعادة الإعمار في العراق، وهذا أيضا يتفق مع الرؤية المصرية في العمل على دعم كافة القضايا العربية، ويتضح هذا جليا في الموقف مصر في العراق، وهذا يتفق أيضا مع حقوق الإنسان. كنا نسمع في السابق أن النفط مقابل الغذاء، والآن النفط مقابل إعادة الإعمار، وهذا يعني معنى أشمل وأوقع ويتماشى مع حقوق الإنسان. وبالتالي الرؤية المصرية في كافة القضايا الإقليمية لاعب، أصبحت الدولة المصرية هي اللاعب الرئيس في العمل على حل كافة القضايا العربية وتعيد ترتيب البيت العربي من أول وجدي. ولديها رؤية معينة فيما يتعلق بإعادة الإعمار زي ما حضرتك ذكرت، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية هي محور ربما العلاقات المصرية الحديثة والجديدة مع الدول العربية والأفريقية، حتى المصالح المشتركة أصبحت هي الركيزة الأساسية للتعاون بين مصر والدول العربية والأفريقية. على أي حال الدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية، شكرا جزيلا حضرتك على هذه التفاصيل وعلى هذه المدخلة.